أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من اليمن السائل عبد الرزاق، عبد الله عبد الرزاق يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للنساء دون الرجال أن يصلين الصلاة الكسوف في جماعة في بيت إحداهن ماجورين؟ لا مانع من ذلك أن يصلين جماعة تأمهن إحداهن أو يأمهن رجل، يأمهن رجل يكون أمامهن، وأما المرأة إذا أمت النساء تكون في صفهن. نعم.